طيب في عروض كبيرة طبعا من نوادي كبيرة جدا اتعرضت عليك. هو بص هقول لك على حاجه، هي الفكره ان انا دايما في دايما يعني انا اسمي مرتبط شويه دايما بنادي الزمالك، وفتره من الفترات ارتبط اسمي بالنادي الاهلي، وفعلا قعدت مع مسؤولين في النادي الاهلي، لكن دايما بيحصل حاجات يعني خارج عن ايدي او ايد يعني مثلا اداره النادي الاهلي او الزمالك. نادي الزمالك بقاله فتره كبيره وفعلا يعني كان في كلام كتير، لكن برضو وطبعا ده شرف ليا يعني الناديين يفكروا فيك، ده دي حاجه كبيره، وانك تلعب لناديين كبار زي النادي الاهلي والزمالك ده شرف طبعا كبير طبعا. طبعا لكن الموضوع كان بيتوقف على حاجات بسيطه، يعني مثلا عايزين مهند لاشين وهو في الاسيوطي، فخلاص مهند لاشين شبه خد قرار ان شاء الله انه رايح في اتجاه معين. تمام، جيت بقى هنا الجيش برضو في كلام من عروض كتير موجوده الحمد لله، لكن برضو فتره انك الفرقه محتاجاك والفرقه بتمشي كويس او لا دي بتفرق برضو في انك تمشي، ما فيش نادي هيمشي لعيب محتاجه، فبتبقى انت مش شويه المؤثر في الفرقه، فما تقدرش تمشي في وقت معين، لكن ان شاء الله الفتره الجايه ربنا المستعان يعني يكون في حاجه كويسه.